فولكسفاجن كادي تبارك الله موتوريزاسيون ديالها قويه، كتبدا بالدولي درتي دي اي في الهاي لاين، السيلندري ديالها 1968 سنتيمتر كوب، بوط فيتاس ديالها مانييل 6 تاع لي رابور، بويسونس فيسكال ديالها 8 تاع لي شوفو وراق كبار، الكوبر ماكس ديالها كيوصل حتى ل 320 نيوتن متر اللي كيعطي 1750 تور بار مينوت، تيوصل حتى ل 2050 و 500 تور بار مينوت. بويسونس ماكسيمال ديالها 140 شوفو ما شاء الله بويسون. كونسوماسيون ديالها ميكست 6.3 لتر في كل 100 كيلومتر. الكاباسيتي تاع الريزيرفوار 55 ايترو. عندها كفر كبير تبارك الله كيهز 750 لتر. فوالا هادشي كامل فكره على ان الطوموبيل موتوريزاسيون ديالها قويه، الصنع الالماني معروفه بالجوده، معروفه بالاتقان، ومعروفه بالقوه كذلك. نكتشفوا اهم تقنيات والتحديثات اللي كاينه في الطوموبيل من ناحيه الواجهه الاماميه ومن ناحيه الداخل ديالها وحتى البري ديالها ان شاء الله في نهايه الفيديو. خوتي شكرا شكرا على التتبع ديالكم تاع رونو اكسبريس، وغادي نكتشفوا دابا الكادي وبقاو معايا. وفضلا وليت امرنا الخوت ديروا لايك سبسكرايب، شكرا بزاف. اكتشفنا الموتوريزاسيون، اجيو دابا نكتشفوا الطوموبيله من الواجهه الاماميه ديالها او الشكل الخارجي ديالها. الفولكسفاجن اللي كتعني سياره الشعب، الكادي اول سياره يعني يوتيليتير، سياره تاع الاستخدام، سياره تجاريه، سياره عائليه بامتياز، الموتوريزاسيون ديالها قويه كيف ما كتشوفوا من الواجهه الاماميه ديالها. لي بروجيكتور افون فول ليد، ليد ما شاء الله ضروري يكون. الكابو ديالها جا بحال تاع الجولف 7، فيه الايروديناميك جا واو كيبان زوين. الكالوندرا ديالها كرومي. الفولكسفاجن كيف ما كتشوفوا البارشوك ديالها اوفرون او الباتكيس ديالها كيف ما كتشوفوا في لي تريونغل ديالها، فيهم لي فاغون تبغويه وفيها لي رادار من القدام ومن اللور، حاجه زوينه. البروفيل ديالها عندك دي جون 17 اون اليمنيوم والياج على حسب الفئه اللي اختاريتي نتايا. كذلك جاو لي روتروفيزور رابطابل الكتريك، جاو في بيانو بلاك، وجاو جات فيهم انسيل ليمينوز كتعطيك واحد اللوك زوينه كاسين يعني في ليمينوز. في الحقيقه عجبني البلان ديالها كشكل خارجي، فيها لا بار دو توا وطوموبيله من اللور. عندك كوفر كيف ما قلنا كيهز تبارك الله 750 ايترو واسع، وعندك لي بونكيت اغيير رابطابل باش تزيد في الفوليوم تاع الطوموبيل ديالك ان فوا كان عندك شي ديبلاسمون ولا كان عندك شي متاع باغي تهزو في الطوموبيل وما كافيش الكوفر كاسباس ستاندار ديالو. الطوموبيله من الواجهه الاماميه ككونديكتور وباساجي اجي نكتشفوهم ونشوفو شنو هما التقنيات وليتوش والابيتاكل ديالها كي داير. بقاو معايا. الفولكسفاجن كادي ككونديكتور او باساج اللي قلتو في القدام، طوموبيله زوينه كيف ما كتشوفوا الطابلو دو بورد ديالها. هنايا في الابيتاكل كاين كربون، الكربون فايبر يمكن، البيانو بلاك في الكونسول سنترال ديالها، عندك انيكرون تاع 6 بوس، بواط فيتاس 6 تاع لي رابور وكاينه بواط فيتاس اخرى تاع 5 تاع لي رابور. الاكو دو سنترال فيه البورت تاع 12 فولت، كوب هولدر هنايا، وعندك الفران اما الفينجر بريك باليد بالصبع. فوالا كيف ما كتشوفوا الطوموبيله، فوالا الكونسول سنترال ديالها مريقل قريب للكونديكتور، لاكسي توتال، الفولون ديالها ريغلابل افون اي بروفوندور، ملتي فونكسيون، ثلاثه تاع لي برونش زوين، ليميتور ريغيلاتور دو فيتاز جا اون كوير، لورديناتور دو بورد تا هو ديالها ما شاء الله، جات فيها الكليما اوتوماتيك. هنايا البواطاغون ديالها كتسد بالساروس يعني من سيكوري، حاجه زوينه للسيكوريتي باغي تخبي اوراق سبيسيال. هانتوما كيف ما تشوفوا عافاكم قولوا لي واش الكربون فايبر هذا. فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا الكليما اوتوماتيك كيف ما قلت لكم. طوموبيله كواجهه يعني تاع الكراسي تاع لي باساجي تا هما في اللوره كيف ما قلت لكم، لي بونكيت اغي غابطابل وزوينه. عندك دو بورت ايكوليس، ايكوليس يعني كيتجبدوا من يتحلوا لاتيرال ما شاء الله طوموبيله. فوالا هذه اللي معنا دابا اللي كنصور لكم بالزرق سميتها الايدي 35 بلس، هذه تاع 5 تاع لي رابور، هذيك اللي صورت لكم في الاول 6 تاع لي رابور، هذيك الهاي لاين، الهاي لاين، وهذه تاع الايدي 35 5 تاع لي رابور، حتى هي البري ديالها ناقص شويه على الهاي لاين. وهذه نقول لكم كلشي داكشي بالديتاي. كيف ما كتشوفوا حتى هو الابيتاكل ديالها تقريبا نفس الشيء في الكونسول سنترال ديالها بحال تاع الهاي لاين، غير هذه 5 تاع لي رابور، كوب هولدر، الاكو دو سنترال ديالها، بورت تاع 12 فولت، فيها دي سباس دو رونجمون بشكل زوين، بورت اوكسيليير، بورت تاع اليو اس بي، الفولون ريغلابل افون بروفوندور اون كوير ميتي فونكسيون، ليميتور ريغيلاتور دو فيتاس، هادشي زوين. الماتيير في الباب، سيستيم سونوريزاسيون، دي سباس دو رونجمون، البواني كرومي، لي فيتر الكتريك في القدام،
ما شاء الله الكفر ديالها حتى هي نفس العبارات 750 اترو لي بون كيطاريا غابطابل الكراسي تاع اللور حتى هما غابطابل يعني طوموبيله تاع الخدمه وطوموبيله عائليه تستر على العائليه هذه يعني طوموبيله ما شاء الله صنع الماني جوده عاليه الموتوريزاسيون قويه بزاف انا كنحيي اي واحد عنده هذه الكاديا هذه ففي الحقيقه طوموبيله ما شاء الله عندها فيدباك وبوتونسييل كبير وبوزيتيف في السوق المغربيه وما شاء الله كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها الخارجي عندك هنايا فول ليد في لي بروجيكتور لا ليماج اوتوماتيك لي بار دو طوال لي جونط 17 الياج بريجيل الومنيوم سير كوموند عندك لي غادار القدام اللور من لا سيكوريتي الاي بي اس لي سيستيم دو فريناج الاي بي اس الاو اس بي لي زيرباك اون كود دو كونديكتور باساجي افون فهمتي من القدام ومن اللور حاجه مزيانه الخوت هادشي عجبني فيها غادي نقول لكم لي بري ديالها لي بري الخوت كليوما تاع اللي قلت لكم تاع 5 تاع لي رابور يدي 35 كدير 25 مليون و800 هادي تاع 5 تاع لي رابور اما الهاي لاين كدير 27 و146 الف درهم 27 و100 فهمتي زائد تيكون فيها انتيغري لي فيدونج فهمتي لي غراتوي يدخلوا فيها حتى هي لاسيرونس يعني بحال قلتي تيدخلوا شي فشي باش نتايا تشري كليوما و تيفاسيليزيو لك لا في بحال هاد الصيغه هادي اما البري ديالها يقدر يبقى لك ب 26 الى حيدتي لاسيرونس وحيدتي داك 3 فيدونج اللي كيدخلوا في البري ديال الطوموبيل هكا كتكون لا كوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي او لي سيرفيس في لي ميزون فهمتيني شي مره تيقول لك البري ديال الطوموبيله 18 بحال دابا واحد بلاك اكسبيريونس كنشاركها معكم قال لي واحد راه قال خلاو لي رونو اكسبريس ب 18 مليون قلت له لا يمكن راه دخلوا لك حتى لاسيرونس ودخلوا لك حتى لي فيدونج فهمتيني يمكن راه ماشي البري ديال هذاك ريال يعني بحال هاد البلانات هادو تيقول لك السيد تيقولوا لي الناس راه هاد الاثمنه اللي قلتي ماشي هما هادو انا تنقول البري بحال قلتي تي تي سي او شي بعض المرات تنقول بري ما فيهش لي فري د ماتريكولاسيون او لي فري د دوسي او خوتي الله يسخر لاي واحد فيكم بغى شي طوموبيله وان شاء الله يوصل للمراد ديالو والخدمه وربي كبير ان شاء الله تحياتي لكم نتمنى من الله يكون هاد الفيديو مفيد وموضح الصوره وتنحييكم بزاف معكم مجيد نهاركم مبروك الى عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وان شاء الله نجيبو فيديو اخر برودوي اخر زوين ان شاء الله عليه الدوموند